السلام عليكم خواتاتي. اليوم انا غادا لاكار ديال التران، عيطوا لي الدار البارح. الوالد ديالي مريض بزاف، وانا غنمشي عندو هاد الصباح هذا. نتفق بكري، عيطوا لي في الليل وفقت بكري، وغادي نمشي انا ووليدي الصغير ووليداتي الاخرين، نخليهم بوحدهم او بوحدهم في الدار حيت كاينه المدرسه دابا، ماشي وقت العطله. ولكن الاب ديالي مريض والوالدين هما اللولين، وهما كاين غير الاب والام ديالي بوحدهم في الدار، وما كاينش اللي يكون بيهم. الام ديالي تاهي مسكينه عيانه، هما ناس كبار. ايوا انا غادي نمشي نشوفو باش ندي للطبيب ونعطيه الدواء ونجلس معاه شي شويه حتى يولي لاباس ونرجع في حالتي. وكنطلب منكم خواتاتي الدعاء الاب ديالي بالشفاء، لانه مريض بزاف. البارحه ما نعستش، تخلعت، لان الام ديالي كتعيط ليا وهي مخلوعه، مسكينه مخلوعه حيت بوحدها وما عرفتش شنو دير، وطاح ليها با وتخلعات بزاف، وداك الشيء اللي عمرها ما شافته في ديك الحاله. وانا دابا كنطلب منكم غير الدعاء، ما تسونيش بالدعاء يا ربي، لان الاب ديالي مريض بزاف، مسكين وعيان وراجل كبير، وبغيت الله يرجع لي صحيحته ويشافي ويشفي جميع المرضى. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وافرغ عليهم وعلى اهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء، وعشي سمحوا لي راه انا اصلا ضارب من برد، وعجل بالشفاء شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا ربي تشفي جميع المرضى يا ربي. خواتاتي اللي مدعو من الاب ديالي شافيه لله، يا ربي يا ربي يرجع لي صحيحته، وتنرجع عند وليداتي وتكون الامور كلها بخير وعلى خير. وشكرا لكم بزاف.